أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,356 شهيداً و77,368 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مجازر بحق المدنيين في القطاع. مما أصفر عن وصول 51 شهيدا و75 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة